صباح على خير يا بابا. صباح على خير يا بابا. صباح على خير يا نورة. صباح على خير بابا. إننا لسنا دعاة حرب، ولكن إذا قرعت طبولها فنحن جاهزون لها. المملكة العربية السعودية، أرض الإسلام والسلام والسلم والأمان، انتهجت في سياساتها الخارجية عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وساهمت عبر مجلس الأمن والأمم المتحدة في دعم السلم العالمي، وتقف دول العالم احتراماً وتقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية والمساعدات الإنسانية التي تبذلها للمنكوبين والمعوزين في العالم. إن المملكة العربية السعودية دولة رائدة في الأعمال الإغاثية والمساعدات الإنسانية، وهي من أكبر الدول المانحة في العالم، حيث شملت هذه المساعدات تقديم الدعم للمؤسسات الأممية الدولية ومساعدات إغاثية وتنموية مباشرة وصولاً لغاياتها، وهي العمل لإنسانية بلا حدود. ولكنها في المقابل دولة القوة الرادعة التي تحفظ حدودها ومكانتها ومقوماتها الطبيعية أمام الاعتداءات والتدخلات الخارجية. سياستها الخارجية العادلة لا تتبدل، ونهجها القويم في التعامل مع الأشقاء والأصدقاء لا يتحول. لذلك وقفت وقفتها الشجاعة مع الأشقاء في اليمن، حفظاً للشرعية اليمنية وحماية لحدود المملكة الجنوبية من الميليشيات الحوثية المعتدية المدعومة من قوى الشر والظلام. وفي الحد الجنوبي يقف رجال قواتنا المسلحة كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا حماية لأرض التوحيد وبلاد الحرمين الشريفين من كيد الكائدين وغدر المعتدين جوا وبرا وبحرا. ويقف العالم أجمع في تحالفاته مع المملكة في قضيتها العادلة وتأييده للإجراءات الأمنية التي تقوم بها على حدودها الجنوبية من أجل حماية أراضيها وإنقاذ اليمن الشقيق من العصابات المسلحة المدعومة من قوى خارجية. وفي الوطن نصطف جميعا تحت راية الولاء والطاعة مع قيادتنا الرشيدة وقواتنا الباسلة في الحد الجنوبي. وطن واحد وقلب ينبض بالمسؤولية تجاه قواتنا التي تبذل الأرواح من أجل أن ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان. ومن هذا المنطلق وقفت جامعة المجمعة إيماناً منها بدورها الكبير ومسؤوليتها الوطنية في برامجها المتنوعة من أجل العناية بذوي المرابطين على الحد الجنوبي والاحتفاء بهم وتكريمهم في مدارسهم ورعايتهم في حفل سنوي، مع تقديم كافة الخدمات اللازمة لهم داخل الجامعة وخارجها. وحرصت الجامعة بتوجيهات من معالي مديرها الدكتور خالد بن سعد المقرن على تيسير إجراءات القبول والتسجيل لذوي المرابطين، كما قدمت لهم العديد من الدورات التدريبية المجانية، وترعى عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عدداً من البرامج التطويرية التي تقدم لأبناء المرابطين. وتأتي هذه البرامج والأنشطة دعماً منا لجنودنا البواسل ووقفة صادقة معهم في جهادهم الكبير، لنقول لهم بكل المحبة: معكم في رباطكم.
كلنا فداء للوطن.